بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم آمين. الصراحة يعني أنا أكتر حاجة بتسعدني وأستاذي الأستاذ دكتور منتصر معانا، ربنا يبارك فيه ويظل يدعمنا دائما يعني، وربنا يبارك في علمه يا رب إن شاء الله. هنتكلم كده على شوية كيزس كتطبيق بقى للإيه المحاضرة المطورة، يعني الصراحة الدكتور محمد زايد أبدع فيها وغطى كل التكنيكس. بس دايما بحب اقول ان يعني ايه، مهما تقرا كتب عن السواقه مش هتيجي زي ان انت تقعد في العربيه وتسوق، يعني وانت بتسوق بيطلع لك بقى ايه شويه حاجات مش موجوده في الكتب، لازم تبقى عينك وسط راسك وانت شغال. يعني لك ان تتخيل مثلا في الميني كراش تكنيك، لو انت مش مركز مع التمريض وانت حاطط دعامه السايد برانش ودعامه المين برانش، المفروض هتطلع بالايه؟ بالسايد برانش، راح طالع بالمين برانش وعامل لك جيلنج للستنت بالواير في السايد برانش، شاف سمول ميستيك قلبت جحيم، لا الدعامه عايزه تطلع ولا عايزه تخش بكل حاجه جيلد، وممكن العيان يموت بسره وتقص الدعامات من بره ما تعرفش تتصرف فيها. فلازم في البايفوركيشن ده بالذات تبقى عينك وسط راسك وانت متخيل انت السيتويشن جوه ايه عامل دلوقتي، بحيث ان انت تبدا ان انت تفكر سيستماتيك. طيب ناخد 6 ولا 7، بكل بساطة دي معادلة احنا كنا قلناها قبل كده، ان المينيمال ريكوايرد اليومن 6 من 1000 انش زائد مجموع الحاجتين اللي انت هتستخدمه. امسك البالونة وشوف من الاخر بالاكسبيرينس، احنا عندنا حاجات 6 فرنش بس الديامتر بتاعها 71 من 1000 انش، وفي حاجات 6 فرنش 7 من 100. 1 من 1000 انش ده هو اللي بيخليك ممكن تستخدم 2 بالونز في الستة فرنش، يعني دي مش هيخشوا من بره اصلا نيفر، يعني انت عارف كده مقاس الجايدنج الستة فرنش اللي هتستخدمها لازم يكون 71 من 1000 عشان يستحمل يشيل بالونتين او بالونة ودعامة، غير كده يبقى خليك في الأأمن اللي هو 7 فرنش اللي الدايمتر بتاعها 81 من 1000، ده يشيل لك دعامتين وبالونتين وكل اللي انت عايزه ممكن تعمله بالسبع فرنش كاستر. تمام. طيب الدايمترز بتاعتنا نراجعها، حاجة اسمها الفينيت فورمولا. الفينيت فورمولا دي اللي هي ايه؟ اللي هو البروكسيمال مين فيزل يساوي 2/3 مجموعة ديستال مين فيزل. طيب ايه الديسيجن ميكنز اللي انا هحطها وانا شغال في الحالات دلوقتي؟ اول حاجه الدايمتر بتاع المين فيزل والسايد برانش اخبارهم ايه، الانجل السايد برانش اكسس عامل ايه، الاستينوزس بيرسنتج بتاع السايد برانش اخباره ايه، هل ده كده كده هيقفل ولا مش هيقفل، الليجن لينس الكالبريت فيزل ده ام اي والسايد برانش هو الكالبريت ولا ال اي دي، الاكسبيرينس بتاعتك اخبارها ايه، والتولز اللي تحت ايدك اخبارها ايه. دي الحته اللي انتوا كنتوا بتتكلموا عليها، ده انجل اكيوت وده انجل، ده اكيوت وده انجل اوبتيوز، يعني ده قريب من 90 وده اكيوت. بص لما هغطي الدعامات هنا علشان اغطي الابر اتش هخش جوه المين برانش ايه كتير، انما هنا عشان اغطي هخش في المين برانش مينيمال بروتريوجن، صح؟ طيب ده لو الارتري بقى كبير، لو المين فيزل كبير مهما اخش بروتريوجن مش هقفل المين برانش، انما هنا لو دخلت اكتر من كده ابص الاقي المين برانش قفل معايا. تمام. طيب تعالى كده، دي حاله بروفيجنال ستنتنج كنا استخدمناها، نراجع البروفيجنال ستنتنج هنخدمها امتى. يعني انت تحط 1 ستنت لو حاله مش بايفوركيشن اصلا، او حاله مش ترو بايفوركيشن، او ترو بايفوركيشن وما فيهاش الانفيفرابل سايد برانش كاركترستكس، ده لازم تحط بقى في ايه بقى الانفيفرابل اللي تبعد عنها في البروفيجنال سايد برانش، اكيوت اقل من 70، ليجن لينس اكتر من 20، ديفيكالت سايد برانش اكسس، او تايت ليجن كده كده هيقفل بعد ما تحط الستنت. شايف ده ال اي دي بايفوركيشن ليجن، حد يقول ده مدينا ايه بقى؟ مدينا 111. بس هل السايد برانش ليجن اكتر من 50%؟ مش اكتر من 50%، يبقى ده مش 111، يبقى كده السايد برانش مش هياخد واحد، يعني ممكن تقول عليها 110. في الحاله دي يبقى انت ممكن تعمل سيفلي بروفيجنال ستنتنج. هنعمل ايه في البروفيجنال ستنتنج؟ طبعا تاخد اكتر من فيو،
يعني تشوف السايد برانش، تشوف المين برانش في اكتر من فيو عشان تشوف الانجل هتبقى واضحه فين والاوستيا واضح فين. يعني انا شايف الاوستيا هنا في السبايدر كانت احسن من الفيو اللي فات اللي احنا كنا واخدينه. هتواير البوست برانشز. الواير بتاع السايد برانش ده نوعه ايه؟ بي ام دبليو انفرزل اللي فيه نوب دوت. تمام، هنركز عشان هنشوفه هيروح فين بعد كده. بعد كده هنعمل ايه؟ هنوسع المين برانش. في البروفيجنال ستنتنج ابعد عن توسيع السايد برانش عشان ما تعملش فيه دايسكشن. وسع ال اي دي براحتك خالص. وبعد كده هنعمل ايه بقى؟ هنحط المين برانش اكروس السايد برانش عشان نعمل جيلنج للسايد برانش. هنعمل ايه؟ هننفخ المين برانش. هناخد الستنت سايز على حسب الديستال مش البروكسيمال. شايف البروكسيمال لما خدناه راح عامل ايه؟ راح قفل السايد برانش، انما هنا لما خدته على الديستال السايد برانش لسه مفتوح. يبقى مهم ان انت تاخد السايز بتاعك على الديستال. نفخنا الدعامه. بعد كده بقى هتعمل ايه؟ تاخد حقنا. السايد برانش بتاعك ابن حلال محترم، المين برانش بتاعك اوكي. تبدا ان انت تعمل اكستشينج وايرز. البي ام دبليو جالك هنا اهو، والواير الثاني راح هناك. تاخد الواير من البين برانش من غير ما تطلع من الستنت ستراتا، تعدي وبعد كده تسحب الجلد واير تحطه فين؟ في المين برانش. طيب في ناس تقول لك طب تعمل ريكروس الاول ولا تعمل بوت وبعد كده ريكروس؟ انا بحب الريكروس الاول، لان في ناس بتقول لك ان البوت هيزود الجيلنج بتاع السايد برانش، ممكن يقطع منك وانت بتسحبه. تمام، فانت ريكروس وبعد كده اعمل بوت زي ما انت عايز. طب وانت قاعد بتعمل ريكروس مش عارف تعمل ريكروس والواير خايف ويطلع، لا دخله تاني واعمل بوت وانت ايدك على قلبك واعمل. بس لو الريكروس ايزي اعمله الاول عشان ما تخشش في الايه؟ في الجلد واير ويقطع منه. طيب ده البوت. ومهم البوت ان انت ما تعديش الكارينه، لان انت لو عديت الكارينه هتعمل كارينه شيفت وهتعمل ايه؟ اوكليوجن للسايد برانش. فمهم البالونه بتاعتك النوب بتاعتها فين؟ ما تبقاش معديه السايد برانش. وده الفاينل ريزلت. انا ما بحبش في البروفيجنال ستنتنج ان انا اعمل كيسنج بالون خاصه مع الدياجونالز او الاو ام. عادي بروفيجنال بوت اند جو اوت. وده الكلام بتاع كولومبو جون فاجاديه والناس اللي هي الاكسبرت في البايفوركيشن. الفكره كلها انت عامل دلوقتي جيلنج للسايد برانش وانت واخد دلوقتي الاستنت بتاعتك على الديستال مين برانش، فالاستنت بروكسيمال مال اوبوز، فالواير مش مزنوق. تمام، فانت اما تسحب الواير من ميد برانش تدخله في السايد برانش وتسحب السايد برانش تدخله في المين برانش، لما تيجي تعمل بوت مفيش واير كده جيلد، مفيش واير هيتقطع. بس الريسك في ايه بقى؟ الريسك لما تيجي تسحب السايد برانش تخش من ورا ستراتس، صح؟ طب لو حصل كده هتخش ببالونه تعمل بيها بوت على الواير بتاع السايد برانش اللي انت متاكد ان هو جوه الاستنت وبعد كده تخش بالمينفس. في ناس تقول لك طب اعمل بوت على الجلد برانش بس ما يبقاش هيدروفيليك واير عشان ما يقطعش منك، لانه هيبقى مزنوق جامد في السايد برانش. وده كانت الاند ريزلت بعد الحال. طيب هل نعمل كيسنج ولا لا؟ يعني انا ما بحبش اعمل كيسنج علشان الدايسكشنز. ولو هتعمل كيسنج خلي البالونه بتاعت السايد برانش اندر سايزد شويه علشان ما تعملش دايسكشن فيها. البروكسيمال والديستال، هي الفكره في الديستال ما بيعرفوش يعرفوا انت معدي ديستال ولا بروكسيمال الا لما يبقى معاك 3 دي او سي تي او ايفاس. من غير كده اللي يقول لك انا معدي ديستال او بروكسيمال هو بيضحك عليك. نيفر. هي الفكره كلها ان انت اما تعدي ديستال فهتجيب الاستراتس هنا، فلما تيجي تحط ستنت فانت عندك جزء كمان خد مكان. لما لو تعدت بروكسيمال تبص تلاقي الدنيا كراودد ومش كويس. ف يعني ايه كروس ريكروس يعني ريكروس. طيب التاب امتى؟ التاب ان انت خدت حاجه مش كان فيها انفيفرابل وبالرغم من ذلك حصل سايد برانش كومبرومايز، فانت عايز تكمل بقى تحط ستنت فين؟ في السايد برانش. طيب هتكمل ازاي؟ دي كانت حاله ودي كان الصراحه البروفيجنال فيها كان بور تشويس، يعني ده ما كانش التشويس الحلو. حد يقول لي كده دي مدينه كام كام؟
مدينة 111. طب الانجل هنا 90 ولا اكيوت؟ ايه؟ فيري اكيوت، يعني هايبر اكيوت انجل. هو الارتري مش ماشي كده، ده الارتري ماشي كده وجاي من جنب الايه؟ الارتري الثانيه، فتقريبا الانجل دي 20 30. المهم قعدت في ديسكشن يعني مع الاوبريتور، لا سيب واير، طب نعملها ديكي كراش، قال لك بروفيجنال، وكنا مخلصين سي تي او في الار سي ايه، قال لك بروفيجنال. طيب يا عم اعمل بروفيجنال وتعالى ايه قابلني بعد البروفيجنال بي سي اي. عملنا وسع البالونه، طبعا الرايت كرينيال ده ما يتحكمش عليه في البايفوركيشن. وسع ال ال دي، بعد كده الدنيا كويسه، قال لك خلاص يا عم ما ناخد ايه الاستنت. طب يا عم نسيب واير، عم خش كده على طول بالاستنت على طول. خش يا سيدي بالاستنت بتاعتك، وانفخ الاستنت، بعد كده احقن سايد برانش كومبرومايز. التيمي فلو قل، صح؟ ما هو السايد برانش كومبرومايز معناه يا اما الاستينوزيس زاد يا اما التيمي فلو قل. طيب ان انت تعمل بقى ري وايرنج للبرانش اللي ما فيهوش واير اصعب مليون مره ان انت يبقى فيه واير وتخش عليه، لان الواير نفسه بيقلل البلاك شيفت. طيب هنا هنعمل ريكروس بانهي واير؟ طبعا الواير الحريف قوي بتاع الريكروس هو الستيف بي تي 2 واير. الستيف بي تي 2 مودريت سبورت ده بيعدي وبيشيل لك البالونه، كمان السبورت بتاعه عالي يقدر يشيل لك البالونه علشان تعدي بيها. طبعا يعني ايه علشان نسهل الريكروس، فقلنا نعمل بوت الاول عشان نطلع بقى من قصه احنا من ورا الاستراتس ولا مش، احنا كده كده مش معانا جلد واير، فنعمل البوت ده. الواير البي تي 2 عدينا بيه، ودي بقى نقطه مهمه، جينا نعدي البالونه، البالونه مش عايزه تعدي بسبب انها الوايرات لفه على بعضها. طب تسحب بقى السايد برانش ولا تسحب المين برانش؟ السايد برانش انت داخله باعجوبه فما تسحبوش، اللي تسحبه تسحب المين برانش لغايه لما تفك الرابنج من على بعضه وتبدا ان انت تخش بالبالونه بتاعتك توسع السايد برانش. طبعا الدنيا كانت رابده قوي فاحنا وسعناها فوق خالص، ووسعنا السايد برانش، وفي دلوقتي دايسكشن في الاوستيا بتاع السايد برانش بعد ما وسعنا بالبالونه. الدايسكشن ده هتسيبه يا عم يسيله زي الفل ولا هتحط ستنت؟ هتحط ستنت. لو عملت بوت وتحسن الفلو، لو لارج سايد برانش ما تسيبوش. اصل هو الفكره كلها اللي هيعمل لك شيست بين ان عندك ليجن اكتر من 90%، صح؟ طب ده ليجن اكتر من 90% وبيج سايزابل دايجونال هيجي لك بعد كده بشيست بين، يعني فانت بالمره هتعمله. انما انت من الاول ما كانش فيه ليجن وحصل بس بلاك شيفت وتيم 3 فلو، لا ده سيب زي الحاله الاولى. ما كان فيه ليجن بعد ما خلصنا فيه 70 80 في، بس ده مش هيعمل شيست بين. انما السب توتال حتى لو اتحسن دلوقتي هيعمل له مشاكل بعد كده وهيقرفك كل شويه شيست بين. طيب احنا خدنا القرار ان احنا هنحط ستنت ونكمل تاب تكنيك، هنا بقى نعمل كيسنج براحتنا ونوسع الدنيا، بس اهم حاجه نغطي الايه؟ الجزء اللي احنا عملنا فيه بالون دايلاتيشن. مهم قوي وانت بتظبط الستنت ان يبقى البالونه بتاعت المين برانش في مكانها. لو البالونه بتاعت المين برانش في مكانها ممكن بعد ما تطلع بالسايد برانش ستنت تقفل المين برانش وما تعرفش تخش له تاني. هو السايد برانش ده بتديله كام؟ يعني احنا خدنا له دعامه 2.5 والله يا باشا. 2.5 خدنا له دعامه 2.5. يعني 2.5 مع الاكراميه. بالاكراميه. بس هو اللي خلانا نحط فيه ان في دايسكشن. ان كان في دايسكشن بعد البالونه فقلنا خلاص نكمل ايه؟ نكمل الواجب ونحط فيه ستنت. انما ولو من الاول واخدين فيه واير والواير حافظ عليه بيتنت من الاول ما اتحطش، فهو ده اللي عمل فيه كومبرومايز. يعني في شيست بين تحت ايدي. العيان كان بتنطط ساعة لما حصل كومبرومايز، العيان بقى مسك صدره ومش فهو الارتر مش الاناتومي ده فروم ذا ستارت، تاخد تكنيك تبدا بالسايد برانش فروم ذا ستارت، يعني لان انت عارف انه هيقفل حتى على 2.5، يعني تاخده لان هو ده هيقفل.
في حاجات كده هاي بروبابيلتي اوف اوكلوجن لازم تبدا بالسايد برانش الاول. هو هو صغير بس طويل مغدي اريا سايزر بالمايوكاردم، وحرفيا العيان كان بيتنطط تحت ايدينا ساعه لما قفل. طيب احنا هندخل الاستنت بتاعه السايد برانش والبالونه بتاعه المين برانش في مكانها. طب البالونه دي صحيح السايد برانش ستنت ممكن تقفل مين برانش، بس ليها استخدام تاني. ايه هو البالونه بتاعه المين برانش دي؟ انا سايبها ديستال واخش دلوقتي بالستنت بتاعه الايه السايد برانش، ليها استخدام. ما كده كده هنعمل بقى فاينل كيسنج، بس لو ما فيش سبورت، لو ما فيش سبورت لو ما فيش سبورت ممكن اعمل انكور ديستال انكور، ازود السبورت عشان الدعامه تعدي. ولو ان في ناس بتحذر تحذير بات من الانكور عشان تدخل ستنت، انكور عشان تدخل دعامه، انما انكور انك تحشر في الستنت هيحصل سليب ستنت وهتدخل في كاتاستروفيك ايفنت بعدين. طيب ايه الانكور علشان تعدي بالونه، عشان تعدي بالونه وتوسع، وسع للستنت حلو عشان الستنت تعدي لوحدها كده ايه سموث. ممكن تديك جود يعني ايه سام سبورت، يعني لو الجايدنج كل شويه تضطرب ممكن تديك جود سبورت، انت نافخ دعامه ماسك الجايدنج جوه الستنت عشان الثانيه تخش كده ايه سموث. مهم قوي يبقى الستنت اللي انت حاططها مغطيه مين؟ مغطيه الديستال ايدج مش الكارينا. الكارينا كده كده هتبقى بروتريودد، فانت لازم تبقى جود شور ان انت ظابط على الابر ايدج بتاع السايد برانش، ويبقى ظابطه في الفيو اللي انت متاكد ان انت شايف فيه الاوستيا بتاع السايد برانش. يعني ما ينفعش تجيب الرايت كرينيال انت مش شايف السايد برانش طالع من ايه، طب هتظبط الاوستيا بتاعه ازاي؟ فاحسن فيو تظبط فيها اما الليفت كرينيال يا اما السبايدر فيو على حسب هو باين لك فيه. وتظبط الدعامه بتاع البالونه بتاعت الميد برانش تبقى جاهزه على الكيسنج خلاص بقى، ما لانها ممكن يحصل لها جيلنج بعد ما تطلع بالسايد برانش ستنت. تنفخ السايد برانش، بعد كده تسحب البالونه بعيد عن الديستال ايدج شويه عشان ما تعملش دايسكشن، وتطلع بيها هاي بريشر عشان تعمل ايه فليرنج البالون، وبعد كده تعمل بيها كيسنج بالون انفليشن والبوت. دي بقى نقطه تبوظ لك الحاله خالص، ان انت بعد ما تعمل تاب تروح عامل بوت وعامل لها كراش. مهم قوي وانت بتعمل بوت بعد التاب تكنيك ان انت تبقى شور ان البالونه بتاعت البوت قبل السايد برانش ستنت، لانك لو عديتها هتعمل كراش ومش هتشوف حاجه، والعين هيجي لك بعد كده بستنت ثرومبوزس او ان ستنت ريستينوز. فدي نقطة مهمة قوي الواحد بيبقى حاطط قلبه عليها ويظبطها بستنت بوست ومش ستنت بوست، عشان كده الأجهزة القديمة الواحد بيخاف يشتغل عليها بايفوركيشن. أنت إيه؟ لا مش أيفص، في حاجة اسمها ستنت بوست. ستنت بوست دي بتظبط لك الدعامة وتشوف البالونة فين بالظبط، عشان لما تيجي تنفخ هتنفخ البطة على الستنت بتاعت السايد برانش، يبقى أنت بوظت الكارينة وبوظت الشغل اللي أنت عملته من صباحية ربنا. تمام، تبقى انت صارف بتاع 40,000 تولز وتبوظ الطبخه على ايه على البوت. تمام، وده الاند ريزلت بعد البوت. عشان كده بقى حلوه النقطه دي، انت ما عندكشك انف لينس تعمل فيه بوت. يقول لك انت اصلا المفروض تظبط الاستنت بتاعتك بحيث يبقى عندك اناف لينس للبوت قبل السايد برانش، عشان البوت ما يعديش الايه السايد برانش. طب نفترض قدرا جيت تعمل بوت، رحت عامل كراش للايه السايد برانش، تعمل ايه؟ هتريك روس وتعمل كيسنج بالون انفليشن وتعمل بوت تاني، وهو لا ما هي هنخش من السايد ستراتس مش من البين كده، قلبت ريفرز كراش. يعني اللي احنا عملناه بايدينا ده غصب عننا ده اسمه ريفرز كراش، ان انت بعد ما حطيت الستن جوه تاب عملت لها كراش وري وايرنج وكيسنج وبوت. فده البيل اوت سيتويشن، لو انت غلطت وعملت لها كراش قدرا هتري كروس
وكيسنج بالون انفليشن وبوت، ومش هتعرف ان انت عملت لها كراش الا بالستنت بوست، يعني انجيوجرافيك نيفر ان انت تعرف. طبعا ده علشان اكيوت انجل، فده مش التيبيكال بتاع التاب، يعني هي المفروض ان التاب يبقى الانجل اوسع شويه، بس يعني ايه كمان هو سايد برانش صغير فكملناها تاب تكنيك. طيب الريفرز كراش اتفقنا ان ده حاجه بيل اوت، بيل اوت انت حطيت السايد برانش قفل والانجل اقل من 70 والمين فيزل ديامتر صغير، فانت التاب هتقفل لك المين فيزل، يبقى لازم تخلص ايه ريفرز كراش. والريفرز كراش ان انت بعد ما تنفخ السايد برانش اهو، نفخت سايد برانش، تروح عامل لها ايه كراش، وبعد كده ري وايرنج، بعد كده كيسنج بالون انفليشن، وبعد كده فاينل بوتس. ده الريفرز كراش اللي هو ايه انت ممكن تعمله قدرا في التاب، وممكن تبقى مخطط له لو حصل سايد برانش كومبرومايز وعندك المين برانش صغير. الكلوب تكنيك نستخدمه امتى؟ لو الانجل تحت السبعين وسمول مين فيزل ديامتر وايكوال ديامترز بتاعت السايد برانش والديستال مين فيزل، وده برضو بيل اوت سيتويشن والدكتور محمد اتكلم عليه، والتي ستنتنج ما عادش حد بيستخدمها خالص. خش بقى على الايه حاله الديكي كراش اللي هبدا فيها بالسايد برانش. عايزه ايه؟ عايزه انجل تحت السبعين والسايد برانش ليجن لينس اكتر من 20 والسايد برانش اكسس دخلته بالعافيه، فمش هينفع اعمل جيلنج واعمل ريكروس. ده انا اصلا ده انا ايه حمدت ربنا ان انا دخلته، يبقى المفروض ان انا ابدا بالسايد برانش. او تايت ليجن وانا وسعته وسعت البالونه في السايد برانش، يبقى ابدا بالسايد برانش. دي القاعده، ما وسعتش بالونه السايد برانش ممكن تعمل بروفيجنال ستنتنج. طيب طب ليه لو الليجن لينس اكتر من 20 نعمل ديكي كراش ما نعملش تاب تكنيك حتى لو الانجل 90 70 الكلام ده كله؟ لان اللونج ستنت عشان تدخلها من جوه ستنت نيفر انها تعدي، هتدقر لك ويحصل سليب ستنت. انما لو شورت ستنت هتعمل بيها تاب ماشي، انما لونج ستنت دي مش هتعدي من جوه الستنت، فانت ايه خلاص انت تريح نفسك وتبدا بالسايد برانش فيرست. ده اللي هي الخطوات بتاعت الديكي كراش قبل ما نخش على الحاله. بعد ما نوسع هتحط السايد برانش وتحط البالونه بتاعت المين برانش، اتوسع السايد برانش، وبعد كده تسحب الادوات بتاعته. شايف هنسحب الادوات بتاعته خالص. بص وهتعمل كراش، لما تيجي تعمل كراش هتعمل ري وايرنج من السايد اوف ستراتس، مش من بق الستراتس اللي قفلت فوق، هتعمل ري وايرنج من السايد ستراتس وتخش ببالونه توسع وتعمل اول كيسنج بالون انفليشن علشان تفتح الاستراتس. بعد كده تدخل المين فيزل ستنت، هتشيل البالونه بتاعت المين فيزل وتشيل البرانش من السايد برانش الواير، تدخل الستنت، تعمل كراش، بعد كده ريكروس، وتعمل السكند كيسنج بالون انفليشنز، وبعد ما تعمل الكيسنج بالون انفليشن تعمل الفاينل بوت وتطلع كده. يبقى هو ده البيست تكنيك في التو ستنت استراتيجيز. بعد الفاينل كيسنج بوت، لا قبل الريوايرنج، بعد الثانيه والريوايرنج تعمل بوت. بوت عشان يسهل لك الريكروس، وبعد كده ريكروس كيسنج اند فاينل بوت. طيب ايه رايكم في الـ ال سي اكس ده؟ مدينا ايه؟ مدينا 111. طب ايه رايكم في الاكسس بتاع السايد برانش ده؟ فيري ديفيكالت اكسس، احنا دخلناه بواير ساين بلو وكيرف غريب كده عشان نعرف ان احنا نخش في الاو ام ده. احنا انت عايز تعدل ال سي اكس وبعدين ترجع كده وتنشن على الاوستيا بتاعه ده. طب اللي انت اصلا داخله بصعوبه ينفع تعملها بروفيجنال؟ هو ايه افضل عفو؟ العفو عند المقدره، يعني ما تقولش انا هشتغل بروفيجنال وانت علشان انت ما بتعرفش تشتغل تو ستنت، ويقول لك واي حاجه بقى والبرانش يقفل مش مهم يا عم ده وام احنا فتحنا له السيرك. يبقى انت ايه لازم الحالات الكومبلكس
لازم تتعامل معاها بالكومبلكس. ما ينفعش ان انت تعامل كله بروفيشنال وتقول الجايد لاينز قالت كده. لا، الترايلز لما اتعملت على السنتكس سكور العالي اثبتت ان الديكي كراش احسن من البروفيشنال، فالبروفيشنال احسن في الحالات اللي مش كومبلكس. تمام. طيب هنعمل ايه؟ هنعمل وايرنج للتو برانشز، هنوسع السايد برانش ونوسع المين برانش وننفض. احنا خلاص قلنا هنبدا السايد برانش طالما احنا ايه وسعنا البالونه فيه. هنحط الاستنت بتاعت السايد برانش ونظبطها وذ مينيمال بروتروجن 1-2 مللي. بعد ما ننفخها طبعا يعني ايه مهم البالونه بتاعت المين برانش تبقى موجوده علشان مش هتعدي بعد ما تنفخ السايد برانش. بعد كده تسحب البالونه شويه وتعمل فليرنج. يعني ايه فليرنج؟ يعني تطلع بعيد عن الديستال ايدج عشان مش تعمل فيه دايسكشن، وتطبع بق الدعامه على الاوستيا بتاع السايد برانش قبل ما تعمل له كراش. وبعد كده تنفخ نفخه الدنيا زي الفل. هنبدا بقى ان احنا نعمل كراشنج للسايد برانش ستنت بالمين فيزل بالون. طيب بعد ما تعمل كراش تاخد حقنا الدنيا زي الفل، هتعمل ري كروس، تعدي بقى بالواير من السايد ستراتس وتعمل اول كيسنج بالون انفليشن. خدت حقنا الدنيا كويسه. هتبدا ان انت تدخل المين فيزل ستنت، تنفخ المين فيزل ستنت، بعد كده نعمل ري كروس اجين. ممكن نعمل بوت الاول عشان نسهل الري كروس. ده احنا كده الدنيا زي الفل، عملنا بوت قبل الريكروس عشان نسهل الريكروس للسايد برانش ونقلل الريسك ان احنا ما نبقاش داخلين من ورا الاستراتس. بعد كده تعمل ريكروس كيسنج بوت، ودي كانت الفاينل ريزلت. طبعا لو انت اتعاملت معاها بروفيجنال فروم ذا ستارت السايد برانش ده 100% هيقفل ومش هتعرف تعمل له اكسس، ولو عملت له اكسس هتبقى داخل سب انتمال، يعني هتخش في حوارات والعين بتنطط تحت رجلك. ما ينفعش. الميني كراش يعني انا بستخدمها لما بابا زهقت شغل الصراحه، يعني هي افضل من الديكي كراش انها خطواتها اسرع شويه. هي اصعب في الريكروس بس يعني ايه انت بتكرش الاستنت بستنت وبقى فايلة خطوة الايه الريكروس الكيسنج البوت وتخرج بدل ما انت قاعد داخل بالونة كراش تطلع. ولكن الريزلت بتاعتها على اللونج تيرم اسوأ من الديكي كراش. طيب الميني كراش ليها نفس الكرايتيريا بتاعت الديكي كراش، نفس الكرايتيريا بالظبط. دي كانت حالة عيان كان عنده باس تايم ام اي وحصل يعني ايه عمل فايبلتي بعد 40 يوم، والفايبلتي طلعت فايبل على حسب على عكس المتوقع. فانا داخل بقى طولت السني علشان اشوف هو الارتر بيملى ايبسي لاترال ريترو ولا لا. فما طولت السني لقيت فعلا ان ال LED ديستال بيملى من الدياجونال، فده يعني ايه ده يسبورت ان هو فعلا فايبل برانش. طيب خلاص يبقى احنا هنعمل وايرنج لل LED، هنعمل بالون دايلاتيشن، وده الفلو بعد البالون دايلاتيشن. ايه رايكم في السايد برانش؟ سايد برانش اوستيا بتاع 90%، 90% ده انت متوقع يقفل ولا يفضل مفتوح؟ يقفل. طب الانجل، هل انجل 90 اللي هي بتاعت التاب ولا انجل اكيوت؟ انجل اكيوت. طيب انت دلوقتي عندك لونج ليجن في ال LED وكان يعني ايه سي تي او لايك، فانا القرار اللي خدته ان احنا نظبط ستنت نسيل بها الجزء اللي فتحناه ديستال، وبعد كده نخلي البروكسيمال ستنت بايفوركيشن مع الدايجنال. طيب ظبطنا الشغل بتاعنا، ظبطنا الستنت بتاعتنا. شايف انت بتاخد حقنا وتظبط عليها الديستال، وبعد كده تاخد حقنا عشان تشوف ان البروكسيمال بتاعك بعد الدايجنال. خلاص احنا مش عايزين نعمل بدي بايفوركيشن، احنا بس عايزين الحته التوتال اللي احنا فتحناها نحط فيها ستنت وبعد كده نكمل. طيب نفخنا الستنت، وده كان الفلو بعد الستنت. ال LED ما شاء الله التوتال اللي كان يعني انت عامل له اندر استيميشن بقى وحش وفي برفيوجن كويس. عايزين بقى نكمل بايفوركيشن مع الدياجولا اللي ليه تايت اوستيا. انا اخترت الصراحه كنت بقى يعني ايه الحاله طولت شويه فزهقت، ما كنتش فاضي بقى بالديكي كراش والكلام ده، قلنا هنعملها ميني كراش.
دخلت بالتو وايرز، ظبطت الستنتين. طبعا الستنت داخله تو ماتش بروتروجن شويه، لان انا كنت شاكك ان الاوستيا مش طالع في الفيو ده، طالع من ورا شويه، فعشان اسيف نفسي ومش هحصل ميسنج للسايد برانش اوستيا، قلت اما اخش اتنين استراتس كده مش هيجرى حاجه. بعد كده تنفخ السايد برانش ستنت، اطمنت عليها زي الفل. عايزين نطلع بقى بالمين برانش ستنت عشان نعمل باك راشنج، بتشيل كل الادوات من جوه وتتاكد. احنا كنا عايزين نظبطها اوستيان، فتاخد حقنه كودل كده تتاكد ان انت مظبوط، وتبقى تطلع تعمل كراشنج للسايد برانش ستنت بالمين فيزل ستنت. طيب تري كروس ولا تعمل بوت؟ انا بحب الواحد يعمل بوت الاول وينفخ نفخه حلوه كده قبل الري كروس، خدنا حقنا الدنيا كويسه. يبقى كده فاضل لنا ان احنا نعمل بوت ريكروس كيسنج. كده عملنا الريكروس، نفخنا السايد برانش ستنت بسمول بالون، وده كان الكيسنج بالون انفليشن، والبوت، وده كان الفاينل ريزلت. تاخد حقنا كرينيال كده تطمن عليها، وحقنا كودل تطمن على الاوستيا. وده كان يعني المنظر اللي احنا وصلنا له في الليفت كرينيال بعد ما كان في الاول خالص الدنيا توتال واجلي، والعيان فعلا كان فايبل في الساليم، والساليم اللي في القاهره مش الساليم في الزقازيق. طب بشيل الحته دي يا استاذ محمد من التسجيل، يعني تبقى انت يعني حتى لما تيجي تحكم نون انفيزيب تبقى متاكد من الكواليتي بتاع الريبورت اللي هيجي. الايه؟ النانو كراش. النانو كراش دي يعني ايه؟ ان انت مش داخل بقى عامل بروتريوجن في المين برانش، ده انت داخل ظابطها بالظبط بالظبط على الاوستيا، لدرجه ان الكراش بتاعك بيبقى عامل كده. يعني فيري مينيمال بروتريوجن، بس في ريسك ان انت تمس السايد برانش اوستيا. فالنانو كراش ده تعمله لما يبقى معاك ايفس. ايفس في المين برانش تظبط بقى السايد برانش اوستيا بالظبط ويز مينيمال بروتريوجن، وبعد كده تشيل الايفس وتعمل كراش. وزود ايفس مش هتقدر ان انت تعمل نانو كراش ده. ده انا بقول لك انت بتخش في المين برانش شويه عشان تبقى ايه؟ متاكد ان انت مش عملت لص للسايد برانش اوستيا. طيب الفي ستنتنج يعني الواحد ما يحبذهاش، بس في سيتويشنز تبص تلاقي عندك المين فيزل 6 والسايد برانش 3 و3، ويعني في ترايفوركيشنز كتير، وفي تو برانشز منهم ايه؟ في تايت ليجنز والعين ريفيوزنج الكابش. مفيش بوت هيوصلك ل 6 ولا 7 ولا 8، ففي الحاله دي بتلجا الى الفي ستنتنج. فالفي ستنتنج ده 011 ليجن ويز جريت ديسكريبنسي بتوين البروكسيمال اند ديستال فيزل. ايه رايكم في الليفت مين ده والشجره اللي طالعه منه دي؟ الليفت مين ده يجيب له كام؟ بتاع 5 6 6.5 7 كمان، فما فيش بالونه هتوصلك للشكل ده. النقطه الثانيه ان انت عندك كام برانش بقى طالع؟ 1 2 3 4، يعني ايه كوادري فوركيشن. والعيان ده احنا كنا داخلين فيه بي سي اي على طول، لان هو ريفيوزنج الكابج ولف كذا مره، يعني ده مش ادوك، يعني مش صورنا واشتغلنا على طول، ده هو جاي بعد 6 شهور لف وتوتال ريفيوزنج الجراحه، وحد ريلاتيف تقريبا كان مات في السيرجري قبل كده فهو عنده، فخلاص احنا قلنا هنشتغل فيه. طيب ايه حلال فيه باين بس ما يموتش في البي سي اي، يبقى احنا علمنا على العيله كلها جراحه وبي سي اي. طيب ويتش تكنيك بقى، يعني تعمل تكنيك ايه هنا؟ فانت مستحيل ان انت هتخش في المينفيز، ومستحيل هتعمل ترايفوركيشن. ترايفوركيشن ده نيفر ان انت تعمله، لان الاوت كام بتاعه بيبقى وحش. فاحنا قلنا هنختار تو برانشز اللي هما الموست سيجنيفيكانت بالنسبه له، والتالت لو قفل نعديله ببالونه ونفتحه. فاحنا قلنا هناخد المين بروبر سيرك مع ال LED، ولو الهاي او ام ده حصل فيه حاجه سمول بالون كده نعدي وايه ونفتح. عدينا واير في ال LED، وواير في الريموس، وواير في السيرك، يعني عدينا 3 وايرز، لان الهاي او ام مش الريموس بقى، الهاي او ام ده
ده كان تايت ليجن، الواحد خايف ان هو يقفل. فانت عايز بعد ما تخلص شغلك يبقى في حاجه يعني ايه سندهولك، ما تسيبش خالص وتلاقيه قفل وما تعرفش تعديه. وسعنا ال LCX ووسعنا ال LED ورحنا داخلين بقى في ستنتنج. طبعا دي كده تو ماتش بروتروجن، لو احنا طلعنا بالشكل ده يبقى اسمها ايه سيميولتينيوس كيسنج، لا انت بتطلع ويز مينيمال بروتروجن 1 او 2 مللي في المين برانش، بتطلع بالاثنين مع بعض. بعد ما طلعنا بالاثنين مع بعض نفخنا ادينا حقنا الحمد لله، الهاي او ام زي الفل ما حصلوش حاجه، نفس الدايمتر بتاعته والسيركل نازل تحت كويس. فالنكست ستيب بقى ان انت هتعمل ايه، يعني وسع بقى الاوستيا بتاعك كويس بحاجات ان سي. ده جلد مش ريمس، ده هاي او ام، هاي او ام فهو جلد في السيرك، وجلد في السيرك وجلد بين الاثنين ستنت بتوع السيرك والال اي دي، بس اتشال بسهوله يعني. وانا شلته قبل ما اعمل ايه فاينل بوت كيسنج بوت بان سي، انا اخترت حاجه اكبر شويه لان ده اوستيا ال دي واوستيا السيرك، فقلنا نعمل ايه جود بوت جايدد بالستنت بوست. وفي الحاله دي رحت شايل بقى الواير ده عشان مش يحصل له ايه، يحصل له جيلنج ويتقطع جوه ال للبروكسيمال بارت بتاع الستنت، لانها مش ما انا ما طلعتش بره الستنت ده، انا مش بوت، ما اسموش بوت، اسمه كيسنج، كيسنج بان سي. لا لا مش بوت، هو يعني ايه كيسنج للان سي للبروكسيمال بورشن بتاع الستنت بس عشان تبقى ويل اوبوزد على، لا لا مش بط في الليفت نيم، ده هو كيسنج بالان سي. ودي كانت الفاينل ريزلت. طبعا يعني ايه الفاينل ريزلت دي مش احسن حاجه، بس يعني ايه ده اوفر طريق، افضل من المنظر الاولاني كتير. وفي نفس الوقت احنا ما جيناش يمه الميجا ليفت مين ودخلنا بقى في مواويل وان سي هات مال ديبلويد وانستنت ريستينوزس وبرده الاكسس للسايد برانش والمين برانش. لا لا خلاص بقى keep it open strategy، طالما تيم 3 والعين تحت ايدك no chest pain escape، لان trifurcation triple casing dissections هتبص تلاقي نفسنا دخلنا في ايه في مواويل تانية خالص. طيب الليفت مين bifurcation ده عايزين تسمعوه ولا نأجله؟ هي دي اخر حال نكمل يا باشا ولا ايه؟ نكمل. طيب ده كان عيان 65 سنة هايبر تنسيف وسموكر ونوب دايبيتك وجاب اكيوت كورونا سيندروم نستمي والهيمودينامكس بتاعته معقولة والاي سي جي انفرولاترال اسكيميا والايكو بوسترولاترال، يعني بيقول لك ان السيرك هو الايه هو الكالبرت فيزل. تمام. العيان صورناه الشكل ده، في عندنا ال سي اكس يعني تقريبا تيمي 1-2، وعندك ال LED في لونج ليجنز هنشوفها في الفيوهات التانية. بص الليفت مين بقى ديفيوز ليفت مين ستينوزس، طبعا يعني هو ده اكسنتريك لان مش كان باين في الفيوهات التانية. وعندك اجلي تايت ليجن في ال LED. ومهم قوي تبقى عينك ساعات بيبقى فيه ديفيوز ليفت مين ستينوزس وانت تقول لك يا عم كويس اهو مفيش ستينوزس، شوف الدايمتر بتاعه وشوف الديستال ال دي، مستحيل ال دي يبقى اكبر من الليفت مين الا لو المشكله عندك انت، لازم يبقى الليفت مين يعني يساوي تلتين مجموع السيرك على ال دي، ده الايه اللي في دماغه. وده كان السبايدر فيو. طبعا هو الليفت مين بلاك اكسنتريك، ففي فيوهات باينه فيها وفيوهات مش باينه فيها. وده الليفت كرينيال، الليفت كرينيال عشان نشوف الاوستيا وفي تايت ليجن في الار سي. طيب ايه البيست اوبشن للعين ده؟ طبعا بس كابج على طول ولا تعمل حاجه؟ ال سي اكس ببالونه بس كده ريستور تيم 3 فلو في ال سي اكس وبعد كده حول كابج. تمام. ده يعني ده حلال في الكابج الصراحه، ولكن برضو كان توتال ريفيوزنج الكابج، وده بالذات انا يعني ايه رفضت باستماته ان احنا نكمل فيه الا لما يقول، لان العيان ده هاي ريسك اوف مورتاليتي، انت شغال في السيرك الليفت مين يقفل، شغال في ال دي تبص تلاقي الدنيا
وما فيش ار سي اي شايلك، يعني لقيت الار سي اي نورمال، ده الار سي اي كمان فيه تايت ليجن. الناس مضوا هاي ريسك كونسنت، وقلنا لهم يا جماعه المورتاليتي في السيرجري اقل بكتير من المورتاليتي في البي سي اي، والسنتكس سكور مقفل ما شاء الله 48، فهيموت يعني احنا ايه، هو هيموت انتل بروف اذر وايز. قال يا باشا اعمل اللي انت عايزه وسيبها على الله. طيب فالديسيجن هنا بقى هنعمل ايه؟ قلنا خلاص نفتح بس سكه للال 6 لانه الكالبريت. ليه الكالبريت؟ عشان بوسترولاترال هايبوكانيزم، عشان ده اللي فيه تيمي فلو اقل، يعني ما حدش يقول الار سي هو الكالبريت، الار سي تيمي 3 فلو. طيب دخلنا بواير، شايف بقى طلع هايلي انجيوليتد، ما كانش سموث زي ما احنا كنا متخيلين. ده واير كان ران ثرو، دخلنا ببالون سبورت، الارتر بدا يكمبرومايز شويه، عدى ديستال. بس بص الارتر باين فين؟ كنترول يومر ما كانش هنا بقى داخل يعني سب انتمال سبيس. هو ده يا رب كان ران ثرو هايبر كود، الهايدرو هايبر كود بهايدروفيلك، وممكن يسرح معاك سب انتمال شويه. فالحل تكمل على كده وتنفخ ولا تري دايركت؟ لازم تسحب الواير او تاخد واير تاني بارل واير تكنيك، تمام، على اساس ان انت طبعا ده خدنا كرينيال فيو عشان نشوف احنا ترو يومن ولا لا، فهو ما كانش ترو يومن، سحبنا وعملنا شوف لما سحبنا الواير الفلو باين، احنا ما فخناش باللون، فده كان شور ان انت كنت ماشي سب انتمال في مكان ما. عملنا لا سحبت، يعني سحبت الواير سنه وعملت ري دايركت، الواير دخل في الايه في ده كده صح؟ لا مش ده الصح، صح انت تسيبه مكانه وتاخد واير تاني، بس احنا داخلين على الليفت مين بايفوركيشن، فقلنا نسيب الواير التاني بصحته. لا الصح حاجه اسمها بارل الواير تكنيك، تسيب المكانه في سب انتمال وتخش بواير تاني عشان ياخد فرصه احسن ان هو يكاتش التروليوم. هو نفس الواير سحبته وعملت له ري دايركشن، انا سحبت بس وعملت له ري دايركشن. بعد ما نفخنا طبعا الحقنه اللي بعد النفخه دي اللي بتحط ايدك على صدرك فيها بقى، بس انت في تكتايل فيدباك تحت ايدك، عارف ان ده سب انتمال او ده تروليوم. بعد ما نفخنا خلاص ال سي اكس بقى ايه كويس. طب هل ال سي اكس ليه بروكسيمال لاندنج قبل الليفت مين؟ يعني في هيلث اوستيا مثلا؟ مفيش هيلث اوستيا، فانت لو حطيت الاستنت في السيرك كده انت قفلت على ال دي، والال دي في شغل يعني لسه في استنت في ال دي والكلام ده. قلنا خلاص احنا معانا واير في السيرك، نخلص شغل ال دي وبعدين نقفلها ديكي كراش مع الليفت مين، تمام؟ ماشي، حطينا واير في ال دي، وسعنا ال دي، وحطينا الاستنت بتاعتنا في ال دي من غير ما نخش على الليفت مين، احنا بنخلص شغل كده ايه ال دي الاول. عملنا ده الديبلويمنت بتاع الاستنت بتاعت ال دي، كان في سايد بنش على 90 درجه كده، بس في حاجات كده ايه يعني ما تدققش فيها قوي يعني، الحمد لله ما حصلوش حاجة، بس لو حصل له حاجة هنعديله. بس انت اما تلاقي بقى تحت ايدك بره اربع وايرات، واير في سيرك، واير في دياجنال، واير في ال دي، واير عايزه تسيبه سيب الواير، هتلاقي الدنيا عكت منك وايرات لفت، فيعني ايه انت بتاخد اخف الضررين يعني، والدياجنال في الاخر لو قفل هو مش كبير قوي يعني، بس ده مش الصح يعني. بعد كده اتظبط دعامه ال ال دي كويس، وخلاص بقى خلصنا كده ال ال دي، هنعمل ديكي كراش مع ال ال سي اكس، ليفت مين ال دي وال ال سي اكس هو السايد برانش. هتظبط ال ال سي اكس وز مينيمال بروتريوجن في الليفت مين، ولازم البالونه اللي هتعمل بيها كراش تبقى واقفه فين؟ في الليفت مين مستنيه تخلص علشان تعمل كراش، تمام؟ واحد قال له طب ما نسيب واير بقى في الاو ام ده، يا عم ارحمني. لا يعني بص في سيتويشنز يعني لازم تاندر جريد طموحاتك عشان الدنيا تعدي منك كويس. طيب ظبطت في كذا فيو في سبايدر وكودر، هنبدا ان احنا نطلع بالسايد برانش ستنت.
تسحبها شوية، لازم تسحبها شوية وتطلع هاي بريشر عشان ما تعملش دايسكشن وتعمل فليرنج ليه الاوستيا بتاع ال سي اكس ستنت على الاوستيا بتاعها عشان ما يبقاش فيه حاجة اندبلويد ولا حاجة. بعد كده تسحب البالونة، الدنيا حلوة في السيرك الحمد لله، تسحب واير السيرك وتعمل كراشنج لل سي اكس بال اي دي بالون، تري كروس توسع الاستراتا بتاعت ال سي اكس وتعمل الفيرست كيسنج بالون انفليشن. شايف التايت ليجن بتاع الاوستيا ال دي لدرجه ان البالونه بتتزق لجوه. هو اديك كراش، ما هو تاب لان انا هي الانجل حلوه بس ال سي اكس كان توتال ووسعت فيه، ما انا وسعت فيه بلالين ففي وارد ان في دايسكشنز، فانا بعمل ريكروس الدايسكشن ممكن الوارد هتبقى اسهل. بس انا يا باشا عديت سب انت، لا انا عديت سب انتمال، عديت سب انتمال وبعدين رجعت ودخلت ترو اليومن، الواير ده ما يطلعش من مكانه لغايه لما احط ستنت. لو شلت الواير بعد ما عملت جيرنج عشان اعمل ريكروس، وارد الدايسكشن اللي انا دخلت فيه في الواير اخش فيه تاني، فانا كده زودت الصعوبه. اه ده رقم واحد. رقم اتنين، ال سي اكس ستنت طولها قد ايه؟ طويلة. عشان اخش من الليفت مين على ال سي اكس باللونج ستنت ده هيبقى فيري ديفيكولت، فانا كده بزودت الصعوبه عليا. طيب ده الكيسنج بالون انفليشن، بعد ما تعمل جود كيسنج هتاخد حقنا تطمن على الدنيا بتاعتك كده كويسه. خلاص هنخش بقى ليفت مين ال دي. مهم قوي الاوستيا الليفت مين انت تظبطه في الليفت كرينيال فيو. الليفت كرينيال فيو بيبين لك قوي الابر ايدج واللور ايدج، وان انت تظبطها في اللاين اللي هو ماشي كونتينوس بين الابر واللور، ولو عندك ذره شك اسحبها واظبطها على الابر ايدج. بس ما ينفعش ان انت تظبط على اللور ايدج الون، لان انت هتبقى ميسنج ترو ليفت مين اوستيا. تمام، تطمن كده من كذا فيو ان انت يعني ايه مغطي الليفت مين كويس. اه ليفت مين ال دي الستنت دي ليفت مين ال دي. تمام، خد وقتك واطلع الستنت بتاعتك ليفت مين وطبع بقى ليفت مين ال دي براحتك. وقبل ما تعمل ريكروس بقى المفروض ان احنا هنعمل ايه؟ فليرنج. يعني ايه فليرنج للاوستيا ليفت مين؟ يعني يبقى نص البالونه بره ونصها جوه وتنفخ هاي بريشر بحيث يعني ايه تطبع قدر المستطاع. طبعا انت لسه هتاخد ان سي بس تطبع قدر المستطاع على الاوستيال ليفت مين. طبعا قبل ما تعمل ريكروس لازم تعمل بوت بقى في الليفت مين. ليه؟ لان الليفت مين ده كبير والستنت بتاعتك مترتره كده والجايدنج بره، نيفر ان الواير هيخش جوه الستنت الا لو انت عامل بوت. انسى، هيروح داخل من ورا الايه الليفت مين ستنت وتدخل نفسك في كومبلكس تانية انت في غنى عنها. وبعد لما تعمل بوت بالليفت مين بالشكل دوت، الواير بتاعك وانت داخل بيه لازم يبقى لوبد وداخل في ال دي الاول. يعني لا تامن ان الواير انت داخل منشن على السيرك وتلاقي داخل على السيرك زي الفل كده. لو داخل على السيرك زي الفل اعرف ان داخل من ورا الستنت، لازم الواير يخش على ال دي الاول وتسحبه وتعمل ريكروس على ال سي اكس. تعمل بوت كويس وتطمن كده عليه. بعد كده في بقى نقطه مهمه، شايف النقطه دي؟ انا دخلت سوبر انجيج بالجايدنج بتاعتي جوه الليفت مين ازاي، والبالونه منفوخه في الليفت مين، وانت بتعمل لها ديفليشن انجيج عليها القسطره، يعني زحلق القسطره على البالونه جوه الستنت. لو انت ما فيش بالونه ورحت زق القسطره على الواير، القسطره عامله كراشنج للاوستيا الليفت مين ستنت، وتلاقي بقى في ستنت ديفورميشن. وكل سنه وانت طيب. طيب بعد ما عملنا ده عملنا ري وايرنج، عايزين بقى تحط مين الاول؟ لازم تحط ال دي بالون الاول قبل ما تعدي عشان ممكن تستخدمها كانكور بقى. شايف في الجايدنج فين؟ الجايدنج في الشارع، البالونه بتاعت السيرك مش عايزه تعدي، فتروح نافخ دي وساحب عليها الجايدنج ومدخل ده زي انكور تكنيك، يعني تمسك القسطره بالمين فيزل بالون عشان تعدي السايد برانش بالون. بعد تعمل كده السكند كيسنج بالون انفليشن،
الوسطى ال ال دي كان كالسيفيك وما فتحش الا في الكيسنج بالون انفليشن، تاخد حقناتك قبل الفاينل بوت اللي هي حقنات اللي هتوريها للريلاتيف في صوره الغلاف والكلام ده كله، عشان بعد البوت ما تخشش تاني في الليفت مين. يعني انت عملت بوت وطبعت الاستنت على الليفت مين، حقناتك هتبقى نون سيلكتف، فاخد لك كده حقنا كودال وحقنا كرينيال، الدايجنال حلو، ال ال دي حلو، السيرك حلو، خلاص كده زي الفل، اعمل الفاينل بوت. شايف انا طلعت بالقسطره بره خالص علشان اعمل فليرنج بقى بالان سي الاستنت بعد ما حصل فيها ديفورميشن بعد ما كنت داخل فيها، لازم بتطلع بده كله وتصلح اللي انت عملته وتبقى اخر حقنه بتاعتك نون سيلكتيف، وممكن تاخد كده يعني ايه سيلي كده من غير صبغه تشوف الشغل اللي انت عملته ايه. بعد كده بقى الصراحه دي دخلنا عملناها بدايجنوستيك يعني. طبعا الحاله كانت صرفه كتير، فيعني ايه دخلنا دايركت ستنت كده بسرعه، الراجل يعني كان متفهم الوضع يعني، وده كان الراجل عمل كابج الحمد لله يوميها بس على ترابيزه القسطره، وصلينا ركعتين شكر وصمنا ثلاث ايام بقى عشان الايه العيان عدى الحمد لله بسلام. العيان مات. لو اتحطيت فيه تاني والعيان حلف ان هو مش هيعمل كابج هعمل له نفس التكنيك. طب انت عندك تكنيك تاني؟ عندك تكنيك؟ انت في نفس السيتويشن لازم هتعمل نفس التكنيك. يعني انت في حاجات كده لازم تتوقع الديفيكولتي الايه؟ كومبليت ريفاسكولاريزيشن. هو ده مش استيمي، يعني خلينا نقول ده مش استيمي، ده نستيمي. فيها بالظبط، بس يعني ايه كومبليت ريفاسكولاريزيشن؟ وانا ممكن كنت اسيب الار سي اي وقت تاني، بس هو الراجل قال انا لو قمت من الترابيزه مش هرجع تاني، وده سطوت الار سي اي. الايه؟ دراماتيك امبروفمنت في الشيست بين. دراماتيك امبروفمنت في الشيست بين والول موشن العيان بقى زي الفل ما شاء الله. الا لو خد عند الوقت وارستد في اللحظه اللي احنا كده. قول يا باشا. هو مش غلط لو خدنا الـ6 مع الـ2. بص هو في ناس تقول لك ايه؟ انت تعتبر مين المين برانش الكبير. يعني لو السيرك اكبر من الـ دي اعتبر السيرك المين برانش. لو ال ال دي اكبر من السيرك يعتبر السيرك ال ال دي هو المين برانش. ليه؟ لان احنا هنعمل بوت في الليفت مين بان سي 5 4 ونص 5، مفيش ستنت 3 هتوصل ل 5، بس ال 3 ونص اكسبت ان انت تنفخها ب 5. فانت الارتر اللي هيشيل ستنت 3 ونص هي اللي الدعامه بتاعته هتخش في الليفت مين. ال دي از ال دي، تروح حاطط ستنت 3 في ال ال دي ليفت مين، تيجي تروح داخل فيها ببالونه ان سي 5 فراكشر ستنت. بس يبقى انت كده ايه وجبت مع العيان. تمام؟ طيب دي اخر نراجع كده مع بعض، هل السايد برانش نيد تو بي بريزيرفد ولا سمول برانش؟ سمول برانش لا مؤاخذه يبقى مين فيزل بي سي اي، لا محتاج ان انت تحافظ عليه. هل الريسك اوف اكليوجن بتاعه عالي؟ تايت اوستيا، الانجل اقل من 70، الليجن لينس بتاعه كبير، الاوكلوجن عالي. طيب الاوكلوجن واطي اعمل بروفيجنال ستنتنج من فيزر، ولو حصل حاجه ريكروس. طب الريسك اوف اوكلوجن عالي يبقى انت هتختار تو ستنت استراتيجي، هترجع تبص على توير سايد برانش وتعمل كروس اوفر لو بروفيجنال، لو حصل سايد برانش كومبرومايز ما حصلش خلاص، لو حصل هتكمل بالون انجيوبلاستي، لو سكسيدد ومفيش دايسكشنز خلاص انف. طيب مش سكسيدد او فيلد فانت هتحط ستنت، لو الانجل بتاعتك حلوه من 70 ل 90 هتعمل تب، لو اقل من 70 عندك بيل اوت كيلوت اند ريفرز كراش زي ما اتفقنا. طيب الا اللهم اذا كان البروكسيمال مين فيزل كبير ويشيل لك تاب حتى لو الانجل صغير. طيب لو انت داخل على بلاند تو ستنت استراتيجي مدينا 011 ممكن تعمل في ستنتنج، خاصه لو البروكسيمال مين فيزل كبير ومفيش عندك ستنت بالمقاس بتاعه. طيب مش مدينا 011، هل انت في ايمرجنسي ليفت مين هتعمل سيميولتينيوس كيسنج وتطلع؟ طيب مش في ايمرجنسي سيتنج، هتبدا ان انت تشوف السايد برانش انجل من 70 ل 90 ممكن تعمل تي ستنت، وانا ما حبذهاش، اقل من 70 هتعمل ديكي كراش او
كيلو and thank you. حد عنده اي سؤال؟ bifurcation في ستيمي هتختار المانيبيوليشن الاقل عشان النور فلو. في حالة كان معانا كان اللاترال ام اي ودخلنا صورنا لقينا فيه تايت اوستيال دياجونال ثرومبس كونتينج ريجن وفي 80% ال اي دي. الكالبرت هنا مين؟ الدياجونال. فانت نيفر ان انت هتعمل تكنيك تبدا بالال اي دي ده هو فيه ثرومبس ومستني بس تحط الستنت هيقفل. طيب تعمل ديك كراش وتقعد تعمل ريكروس وبالون وريكروس وبالون هتبص تلاقي نور فلو والثرومبس راحت هنا وهنا. فانا الصراحه في الحاله دي رحت داخل ميني كراش، رحت داخل بستنت دايجنال ستنت ال اي دي نفخه واحده في الدايجنال سحبت نفخه في ال اي دي حقنت الدنيا زي الفل اديت اجرا ستاتوس تتت شويه وعملت ريك روس كيسنج وطلعت. يعني تختار المانيبيوليشن ايه؟ اجرا ستات مش ستريب اجرا ستات واستنيت شويه يعني بعد ما اطمنت تيم 3 فلو قبل ما ريك روس وكيسنج وبوت استنيت شويه كده واديت اجرا ستات وقعدت شويه. ديفيرد امتى؟ لو تيم 3 فلو ثرومبس كونتينج ليجن خلاص ممكن تسيبه اجرى 48 ساعه، انما ثرومبس كونتينج ليجن في دايجنال وتيمي 1 او تيمي 2 والعيان انشست بين ايه؟ لو تيم 3 فلو تيست بين اوف ابورتد ام اي، انما عيان في ستيمي تحت ايدك ما تقولش بقى طلعه اجرى ستات. تمام؟ حد عنده سؤال تاني؟